طيب انتي شاركتي يا رغدة في بعض الأعمال الفنية، آخرهم فيلم هارلي في مدة قياسية قليلة جدا بالنسبة لحجم الفيلم وحجم الناس اللي كانت موجودة فيه. تقريبا كانوا بيشتغلوا في رمضان. كان الدور بتاعي ان انا كنت مكان مي عمر، هي كان ليها دور انها بتتعلم السواقة وبعدين داخلة عليه الورشة وبتقع بالموتوسيكل، ده اسمه ستانت. فطبعا مش هينفع يجيبوا ولد، قليل قوي البنات، فانا كنت مكانها في الدور دوت، وكانت تجربه حلوه والحمد لله. من اول يعني من اول تو شوت عملناهم كويس. هم كانوا خايفين قوي عليا وعلى الموتوسيكل برضو وعلى الناس اللي كانت واقفه، لان هم كانوا واقفين قدامي بالظبط، المفروض ادخل لغايه عندهم وقع. فمره بقى الموتوسيكل يسحب فهم يطيروا، يعني مره هم يجروا كده، يعني كان موضوع لذيذ بصراحه. طب احكي لنا عن الكواليس عامة مع الفنانين. بصي انا اشتغلت في حاجات كتير في الاعلانات وفي افلام ومسلسلات، وبصراحه كلهم متعاونين جدا وكلهم بيحبوا الموضوع. وفي ناس دايما تقول لي يعني من الفنانين تقول لي برافو عليك ان انت بتعملي كده وتشجعني قوي، في ناس تقول لي ان هي عايزه تتعلم وان انت ازاي قلبك جايبك تعملي كده، انا عايزه اتعلم، سواء بقى بنات او ولاد. في مين ناس من تقول لي انا بخاف، الفنانين اللي انا قلبوك بخاف. اللي هم عايزين يتعلموا؟ مين مثلا؟ احنا كنا في مش فنانين بس في الانتاج، كان عن يعني مش عايزه اقول اسماء، بس في بنات من الانتاج مثلا قالوا لي ان هم عايزين يتعلموا بعد الفيلم، ان هم عجبهم قوي الموضوع وكان بيتابعوني برضو وكل حاجه. وفي كنا في مسلسل اسمه فيلم اسعاف يونس، كانت ساره سلامه وكان معايا ناس تانية قالوا لي ان هم عايزين